السلام عليكم. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن القائد السابق لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي قوله إن حركة حماس تنتصر في هذه الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر تشرين أول الماضي. وأضاف المسؤول العسكري أن إسرائيل تنتصر في هذه المواجهات أو تنتصر في مواجهات تكتيكية مع حماس لكنها تخسر الحرب، وأردف قائلا حماس استعادت المدن بعد ربع ساعة من انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. كما نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين حاليين وسابقين اعتقادهم بأنه من غير المرجح أن تهزم حماس في هذه الحرب. وبشأن منظومة الأنفاق التي تستخدمها الحركة في غزة، قال المسؤول الإسرائيلي إن الاستيلاء على هذه الأنفاق وهدمها مشروع هندسي معقد جدا وقد يستغرق سنوات. وكان عدد من المحللين والمسؤولين الإسرائيليين قد ألمحوا أو صرحوا علانية بأن جيشهم يخسر الحرب في غزة، ومن هؤلاء زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفغيدور ليبرمان الذي قال في وقت سابق إن إدارة وزير الدفاع يؤاف جالانت للحرب فاشلة. العديد من الأسئلة في حلقة هذا الأسبوع من فلسطين نطرحها على ضيوفنا عبر سكايب. معنا الدكتور إياد جابر الباحث في الشأن أو في العلاقات الدولية، ومعنا كذلك الأستاذ حاتم الهرش الكاتب والمحلل السياسي عبر سكايب، ولاحقا نرحب بالأستاذ محمد القيق الكاتب والمحلل السياسي عبر الخط الهاتفي. أرحب بكم معنا ضيوف الكرام، وأبدأ معك أستاذ حاتم بالسؤال عن أهمية هذا الإقرار بالفشل في مواجهة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. نعم، التحية لك ولمشاهديك. في واقع الأمر دعني أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن حالة الفشل الإسرائيلي الذريع المتعلقة بالأهداف العسكرية والأمنية ربما أننا لن نأخذها من خلال تصريحات قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين لعدة اعتبارات. نحن ندرك تماما أن هناك خلافات بين هذه المستويات وأن هناك خصومات سياسية داخل البيت الإسرائيلي، لذلك ربما أن مثل هذه التصريحات أحيانا تستخدم وتستثمر من قبل الساسة الإسرائيليين أو الأمنيين أو العسكريين مثلا يعني ضرب حكومة نتنياهو أو محاولة الخصم من رصيده السياسي. ولكن بالفعل ثمة فشل إسرائيلي، هذا متعلق بحقائق على الأرض الواقع. اليوم نحن نمضي نحو عام كامل على هذه الحرب التي لم يستطع الإسرائيليون من خلالها تحقيق أي أهداف استراتيجية. ابتداء حصلت النصر الاستراتيجي للمقاومة صبيحة 7 أكتوبر، كل ما بعد ذلك إنما هو ردة فعل إسرائيلية حاول الإسرائيليون من خلالها تعويض الهزيمة التي منيوا بها استخباريا وعسكريا وأمنيا وحتى سياسيا، ولذلك قاموا بردة فعل متعلقة ربما أن نصفها بمحاولة كي الوعي، تدمير البنية التحتية في قطاع غزة، استهداف الشجر والحجر والبشر وكل يعني أشكال الحياة في القطاع. لكن على مستوى الأهداف، ما هي الأهداف التي حققها الإسرائيليون؟ هل استعادوا أسراهم؟ لم يتمكنوا من ذلك حتى هذه اللحظة. أيضا على مستوى تجفيف المقاومة، ضرب مرابض الصواريخ، اغتيال قادة مؤثرين، القضاء على الكتائب المقاومة، كل ذلك لم يتحقق، وبالتالي ثمة فشل إسرائيلي حقيقي على هذه المستويات. وأيضا يمكن القول بأننا نستشف هذا الفشل الإسرائيلي من خلال الخلافات الإسرائيلية المتصاعدة بين المستويات السياسية والأمنية والعسكرية، تارة يستقيل جانتس، تارة الآن الحديث عن إقالة يوف جالانت وربما الذهاب نحو جدعون ساعد. وبالتالي حالة الفشل الإسرائيلي هذه واضحة من خلال ازدياد حدة الخلافات داخل المستويات السياسية والعسكرية والأمنية الإسرائيلية من ناحية، ومن ناحية أخرى لو تمكن الإسرائيليون من تحقيق أهدافهم في قطاع غزة لما رأينا مثلا أمس ذهابهم نحو عملية الاستهداف للمقاومة في جنوب لبنان. وبالتالي هذه السياسة الإسرائيلية بفتح جبهات أخرى في الضفة الغربية بالتوجه نحو جنوب لبنان إنما تؤشر على إشكالية كبيرة في تحقيقهم للأهداف في قطاع غزة.
فعلا هذا هو السؤال دكتور إياد، أن الاحتلال لم ينتهي عمليا من قطاع غزة، ستبقى الجبهة في غزة مفتوحة لأمد طويل غير معلوم حتى الآن، لكن هكذا أصبحت الأوضاع في قطاع غزة، حصار خانق، عمليات مستمرة ومحاولة لتحقيق أهداف بما لم تستطعه الآلة الحربية الإسرائيلية. فكيف يفكر الاحتلال بالانتقال إلى جبهة أخرى؟ كما قال منذ يومين جرى نقل الثقل الأمني والعسكري إلى هناك، وجرى نقل فرقة من الفرق الموجودة في غزة إلى هناك. هل تعتقد بأن الاحتلال سيفتح هذه الجبهة؟ بداية تحياتي لكم وضيف الكريم والسادة المشاهدين. دعني أنوه إلى نقطة مهمة تتعلق بالفشل في الوصول إلى الأهداف في قطاع غزة قبل المجيء إلى سؤالك، بمعنى أن نلاحظ خلال الحروب السابقة على قطاع غزة كان الاحتلال دائما يمتلك بنك أهداف. هذا البنك الأهداف الذي يمتلكه الاحتلال كان بناء على معلومات أمنية تجهزها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية الصهيونية قبل الذهاب إلى أي معركة مع قطاع غزة أو إلى أي عدوان على قطاع غزة. لذلك يكون هناك استراتيجية واضحة، يكون هناك تكتيك واضح لجيش الاحتلال في قطاع غزة في المعارك السابقة، تركز على شخصيات معينة، تركز على مباني ومقرات أو مواقع للمقاومة. في هذه الحرب الفشل يكمن في التكتيكات التي يتبعها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. على سبيل المثال، قبل أيام حذرت وزارة الداخلية في التابعة لحكومة غزة في القطاع من السكان من التجاوب مع الاتصالات التي تستخدمها أجهزة المساد الإسرائيلي أو جهاز المساد الإسرائيلي من خلال انتحال أسماء شخصيات جمعيات مؤسسات دولية والتواصل مع الناس مع السكان مع المدنيين بهدف البحث عن مواقع أو عن أماكن وجود المقاومين بين الناس. هكذا كانت العملية تجري، بمعنى هنا أن الاحتلال يفتقد إلى هذه الأهداف، يفتقد إلى بنك الأهداف، يفتقد إلى المعلومات التي من خلالها يمكن أن ينفذ مخططاته. لذلك حينما ننظر إلى رفح وما زالت العملية هناك مستمرة على الرغم من أن الاحتلال سبق وأن تحدث خلال الأيام الماضية عن القضاء على المقاومة ولم يبقى من حركة حماس أو من القسام في رفح إلا 20% من قدراتها، لكن تبين بعد يومين فقط جاءت العملية الأخيرة التي راح يعني قتل فيها 4 جنود بالإضافة إلى إصابات أخرى أو 4 ضباط وجنود من الجيش الاحتلال بالإضافة إلى إصابات أخرى في صفوف جيش الاحتلال. وهنا حاول الخبراء والمحللين الصهاينة تحليل ذلك بالقول أن العملية ما زالت مستمرة، أن المقاومة في رفح تقوم بتفتيت المنازل، هناك حديث عن 14 ألف منزل قامت المقاومة بتفتيتها، كذا يتحدث الاحتلال من أجل تبرير ضرب المباني. بالتالي حينما تنظر إلى الشكل العام أو الإطار العام لما يحدث في قطاع غزة الآن، هناك تقريبا منذ شهر تقريبا هناك تركيز على قصف المباني، قصف المدارس، قصف المواقع أو مراكز اللواء. كل ذلك يؤكد على فشل الاحتلال، أن الاحتلال الأمنيا فشل. إذا كان الاحتلال قد فشل في 7 أكتوبر، فأن الفشل بعد عام تقريبا من هذه الحرب ما زال ممتدا حتى هذه اللحظة، لأن ذلك يتضح من سلوك الاحتلال ومن تكتيك الاحتلال وعدم وجود أهداف. إضافة إلى نقطة مهمة أيضا، أنه لا يوجد خطة حتى الآن. تحدث القيادات وبعض الشخصيات في حكومة نتنياهو سواء السياسية والأمنية عن خطة الجزيرة، بمعنى أنه توسيع المناطق العسكرية في شمال قطاع غزة، وحتى الآن لم يتخذوا قرار في ذلك. بمعنى أيضا جالنت الذي يجري الاحتلال نتنياهو الآن يحاول أن يقيله ويأتي بسعر بديلا عنه، أيضا جالنت سبق وأن طرح أفكار 4 أفكار من أجل السيطرة على قطاع غزة ومن أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف الصهيونية في قطاع غزة، وهذه الأفكار حتى هذه اللحظة لم تطبق. وبالتالي هناك إشكالية في العلاقة بين المستوى السياسي داخل الكيان والمستوى العسكري، وهذا يؤكد بكل يعني وضوح على فشل الاحتلال. بالنسبة لانتقال الاحتلال من الجنوب إلى الشمال، أعتقد أنه ذلك يأتي في إطار حرص نتنياهو على بقاء حكومته. يعني هناك العديد من الأسباب، منها أن نتنياهو يسعى إلى البقاء على حكومته حتى عام 2026، وهي المدة القانونية المعروفة، وهنا يحاول أن يجد حلول داخلية من خلال التواصل مع أحزاب أخرى والبحث عن إقالة جالنت، وهذا ما ظهر خلال اليومين الماضيين. بالتأكيد أعتقد أن المقاومة خلال الأيام الماضية
وضعت نتنياهو في أزمة اجتماعية مع المجتمع الصهيوني. هذه الأزمة لم يكن نتنياهو أن يفضلها، خصوصا أن استطلاعات الرأي التي سبق منذ أسبوعين نعم. تقريبا نعم. حسن وضع نتنياهو، لكن عاد وضع نتنياهو بعد قتل الستة أسرى أو الرهائن، ازداد الأمر سوءا بالنسبة للجبهة الداخلية بالنسبة لنتنياهو. وبالتالي هنا نتنياهو يبحث عن استمرارية الحرب ويبحث عن رصيد له، فبالتالي العملية التي حدثت أمس في شمال في الجبهة الشمالية هي تعتبر رصيد بالنسبة لنتنياهو. نتنياهو هنا يقتنص اللقطة من أجل تحسين ظروفه الداخلية، بالتالي المقاومة هنا لعبت دور مهم في نقل المعركة من قطاع غزة إلى داخل المجتمع الصهيوني. وحتى ونتنياهو ربما نتنياهو يلقي بكرة اللهب من يعني من الداخل من بين يديه إلى مساحات أخرى. شكرا دكتور. نعم. طبعا لو سمحت أرحب بالأستاذ محمد القيق الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الخط الهاتفي. سيد محمد مرحبا بك. حياكم الله، أهلا بكم. سيد محمد، طبعا كل الموضوعات متداخلة، لكن أن دعني أتوقف عند السؤال الأول الذي طرحته على ضيوفي بصيغتين مختلفتين، وأشير إلى ما ذكره قائد فرقة غزة السابق. طبعا هذه الفرقة وفقا للمقاومة الفلسطينية في الأيام الأولى من الحرب أبادتها المقاومة الفلسطينية وقضت عليها، والرئيس السابق لهذه الفرقة في الجيش الصهيوني قال تصريحا مهما للغاية، يعني يتعلق بقدرة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية على إعادة السيطرة واستعادة المدن والمناطق التي يجتاحها الاحتلال بعد ربع ساعة من الانتهاء أو انسحاب قوات الاحتلال. أولا، كثرة التصريحات المتعلقة بهذا الشأن من مسؤولين سابقين لديهم الخبرة وعملوا في غزة ولديهم مساحة أوسع من هامش الحرية والحديث أكثر من المسؤولين الحاليين، ماذا تعني بالنسبة للوضع بشكل عام؟ تحية لك ولضيوفك وللمستمعين الكرام. واضح جدا أنه لسنا بحاجة لتصريحات قائد فرقة غزة السابق. نعم. لأن فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي بعد 7 أكتوبر تدلل على أن الإسرائيلي فقد كل شيء يوم 7 أكتوبر وفقد الفرقة بأكملها. وبالتالي دخوله على الذكاء الاصطناعي في محاربة غزة ظنا منه أنه سيستطيع القدرة، فشل في ذلك فشلا ذريعا. نحن لنا في قراءة الواقع الآن، وإذا أردنا أن نأخذ ونستأنس فقط نستأنس في حديث قائد فرقة غزة السابق، بعد 12 شهر من حرب عنيفة وميدانية مواجهة يومية، المقاومة تثبت أنها تدير وتسيطر وتحدد وتفعل وتنتج في قطاع غزة. هذا ليس فكرة حرب العصر المأكول، ولا 2012 ولا 2008، شهر وشهرين وتنتهي. هذه 12 شهر لجيش أقوى جيوش العالم وكل التكنولوجيا معه، ويفشل أمام المقاومة في قطاع غزة في 3 مستويات: أن يستعيد الردع الذي فقده في 7 أكتوبر، بل تعمق فقدان الردع، وأن يعزز فكرة استعادة الأسرى الجنود الضباط وفشل فيها، وأن يسير نحو فكرة أن يذهب باتجاه كسر حماس، وهذه فشل فيها. 3 أهداف رئيسية لم يستطع أن يحققها، وذهب لإخماد جبهة غزة ظنا منه أن غزة وحدها في الميدان، فإذا بغزة تفتح عليه 5 جبهات أخرى، وتفتح عليه القطع في العلاقات الدولية والقطع في العلاقات الدبلوماسية والقطع في العلاقات الإنسانية والصورة والرواية والتربية والإعلام. هذا كله من الحصاد إذا ما جئنا وذهبنا إلى ما يتحدث فيه القادة السابقون في جيش الاحتلال. يتحدث قادة الشباك ويتحدث قادة الموساد. لا يمكن السيطرة على حماس. هناك صنفين وهناك محاولتين في التعامل مع حماس. البعض من السابقين والحاليين في إسرائيل يقولون أنه نسحق حماس ولكن تبقى الفكرة. وهذا الشعار مسموم جدا. الفكرة ماذا تعني الفكرة؟ يعني فكرة أن تصبح حماس كما جماعة الإخوان المسلمين. طيب جماعة الإخوان المسلمين هي فكرة مجتمعية وليست فكرة مقاومة. أقنعت الأنظمة العربية إسرائيل أنه رددوا فكرة أنه حماس ستبقى فكرة وأما سنسحقها، يعني طالما حماس ستبقى فكرة هذا لا يضر إسرائيل أنها تبقى فكرة. والرأي الثاني وهو الأصوب والبعيد عن الخبث الإعلامي
الذي يقول لا يمكن سحق حماس، وهم يتعاملون مع حماس ليس فكرة، يتعاملون مع حماس منهجية وعمل مقاوم وميداني واجتماعي وسياسي. هذا الأمر لا يمكن إلا أن يكون هو الحالة الصائبة. أما الخيار الأول أن يحاول الإسرائيلي تعميم ما أخذه من نصيحة من الأنظمة العربية، أن نقول عن حماس ستبقى فكرة وبالتالي حماس ستعود لمربع المساجد ومربع الجمعيات الخيرية كما الإخوان المسلمين، هذا في حالة الإخوان المسلمين لأنها في دول لا تتعرض للاحتلال وهناك علاقة في التفاهم مع المجتمعات لدى الإخوان. أما حماس فلا يمكن أن تصبح إخوان مسلمين بتاتا، هذه حماس لديها أرض محتلة ولديها جيش احتلال ولديها مقاومة. نعم. ولن بصرف النظر أستاذ محمد عن بصرف النظر عن التفاصيل وما تتفضل به، هناك واقع على أرض على الأرض في قطاع غزة. اسمح لي أتحول بهذا الواقع للأستاذ حاتم. الواقع على الأرض يقول تماما، يعني هو واضح للغاية، صمود شعبي على مستوى عام كامل تقريبا من الحرب، صمود للمقاومة الفلسطينية وحسن إدارة للصراع في خطة دفاعية واضح من بأنها استعدت لأمد طويل للحرب، وبالتالي هذه الوقائع كلها كيف شكلت صدمة للاحتلال الإسرائيلي وللأمريكان الذين لم يستطيعوا حسم المعركة والظهور بمظهر المنتصر الذي حقق أهدافه في ضربة واحدة بدون إثارة الجدل أو الشك في هذه الأهداف؟ يعني هذا ما يتحدث عنه الإعلام الأمريكي الذي قال بالأمس أنه يعني للمرة الأولى يجري أوستن مع نظيره الإسرائيلي مكالمتين خلال يوم واحد. نعم. لأنه سياسة التعويض التي يحاول من خلالها الإسرائيليون الانتقال من جبهة إلى جبهة تعني أن هناك تعثرا في جبهة قطاع غزة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى لنا أن نتخيل أنه في اليوم في قبل أسبوعين أعلن جيش الاحتلال عن انتهاء والقضاء على كتيبة الكتائب المقاومة في رفح. صبيحة هذا اليوم يفقد الاحتلال الإسرائيلي أو يعلن عن مقتل 4 من جنوده في رفح. يعني حجم حالة الاستياء التي تعتري الأوساط الإسرائيلية السياسية والإعلامية بالحديث عن أنه حماس عندما نخرج من منطقة تعود إلى هذه المنطقة بعد ربع ساعة. إذن هناك يعني حالة واضحة من الصمود الأسطوري الذي تبديه المقاومة في مقابل حالة الفشل الإسرائيلي الزريع. أيضا يعني طبعا هنا دعنا نشير إلى نقطة مهمة، البعض وهذا يجب أن نتحدث به، يجب أن نتحدث بهذه النقطة. البعض يقول أنه بعد كل هذا التدمير وعشرات آلاف الشهداء والمصابين ويعني حالة التدمير الممنهج التي تتم لكل أشكال الحياة في القطاع، تحدثون عن انتصار. نعم نتحدث عن انتصار بمفهوم أنه انتصار للمقاومة وللشعب الفلسطيني، لأنه في منطق الحروب النتائج تقاس من خلال هذه القضايا. صحيح أن هذه التضحيات تضحيات مؤلمة لشعبنا الفلسطيني، صحيح أن هذه التضحيات تضحيات قاسية، لكن هذا هو طريق التحرر لمن يريد أن يتخلص من الاحتلال. وبالتالي الواقع على الأرض واضح أنه بالرغم من التضحيات التي يقدمها شعبنا إلا أن هناك حالة استفسار من المقاومة، هناك حالة عجز إسرائيلي. يا سيدي اليوم إسرائيل لأول مرة منذ 48 نتحدث عن أنها تنتقص بين قوسين جغرافيا من الشمال ومن الجنوب، يعني مناطق الغلاف فارغة ومناطق الشمال مناطق المستوطنات في الشمال فارغة. أين جرى ذلك طوال الصراع العربي الإسرائيلي خلال السنوات العقود الماضية؟ لم يحدث ذلك. إسرائيل اليوم منتقصة بمفهومها طبعا يعني بحكم أنها قوة احتلال، فبالتالي جغرافيا إسرائيل ونتذكر أيضا تصريحات ترامب عندما قال قبل أسابيع بأنه أنا أفكر بأنه كيف يمكن توسعة مساحة إسرائيل بين قوسين. إسرائيل اليوم مستوطنات الشمال فارغة، مستوطنات غلاف غزة فارغة، وبالتالي ثمة شعور إسرائيلي بحالة من العجز. لم يكن ليصدق الإسرائيليون بأن ذلك يحدث لولا أنهم ذاقوا الويلات الآن في قطاع غزة، طبعا مع الإشارة والتأكيد على أنه حالة التضحيات التي تتم حالة نحن نألم لها ونعتبر بأنه المصاب كبير، ولكن على مستوى ما الذي سوف يسجل التاريخ سوف يسجل أن مقاومة
فلسطينية في قطاع محاصر منذ عقدين تقريبا، وقطاع مكشوف بالنسبة لدى الإسرائيلي، قطعة مرصوطة شريط ساحلي لم يتمكن تتمكن فيه أعتى قوة في المنطقة مدعومة بأعتى قوة في العالم من أن تتخلص أو أن تقضي على المقاومة. نعم، وهذا يدفعنا للسؤال دكتور إياد عن مستقبل هذه الحرب، يعني في ضوء ما تفضلتم به. نحن نتكلم عن يعني إرادة صهيونية أو محاولة لإطالة أمد الحرب بطبيعة الحال، إبقاء الأمور على ما هي عليه، استخدام الظروف الإنسانية والمفاوضة عليها. يعني الآن هم يطرحون على المقاومة بعض القضايا المتعلقة بالنواحي الإنسانية من خيام وما إلى ذلك، وتحسين شروط الخيام والنازحين، وليس عودتهم إلى الديار في الشمال وفي المدينة. برأيك ما ملامح هذه الحرب؟ إلى أين يمكن أن تصل؟ نعم أخي، الآن معروف عن الكيان الصهيوني والقيادة السياسية على عبر التاريخ في إطار العلاقة الفلسطينية أو العربية الصهيونية، دائما الاحتلال يحاول أن يطرح هكذا قضايا. هذا ما كان واضحا مثلا في 73 في خلال فترة حرب الاستنزاف، أيضا طرح مثل هذه الأمور، مثل هذه الإشكالات والنقاط الإنسانية البعيدة عن البعد السياسي، أيضا طرحت في عام 82، والآن وخلال الحروب السابقة أيضا على مستوى قطاع غزة كان الاحتلال دائما يتبع هذه السياسة في عملية التفاوض، بمعنى أنه يحاول أن يجد شرف بين الرأي العام الفلسطيني، الأمل الفلسطيني في المقاومة، الدعم والمساندة الفلسطينية للشعب الفلسطيني، المقاومة الفلسطينية، يحاول أن يفصل بين هذين الجسمين المهمين بالنسبة للقضية الفلسطينية، خاصة وأنه قبل 7 أكتوبر الناس كانت تتحدث عن ظروف إلى حد ما تختلف بشكل كبير، يعني ليس إلى حد ما وإنما تختلف بشكل كبير فيما يتعلق بالظروف الإنسانية الحالية في قطاع غزة، وهذا بسبب الحرب. الاحتلال يريد أن يوصل رسالة للمجتمع الفلسطيني أن المقاومة لا تجلب للشعب الفلسطيني إلا الضرر، وبالتالي يضغط على المقاومة. أيضا يستغل للأسف الشديد البعد الميداني، خاصة وأنه يجعل الشعب الفلسطيني في حالة من الحرب واللا حرب في نفس الوقت. هذا كان واضحا في الضفة الغربية، وكان واضحا قبل 7 أكتوبر، وفي الوقت الحالي يحاول أن يركز على هذه النقطة في العلاقة مع قطاع غزة، بمعنى أن يجد نقاط عسكرية خارج قطاع غزة أو في محاور مختلفة بينما هي بعيدة عن السكان، وفي نفس الوقت يقوم بقصف السكان أو قصف المدن والأحياء من وقت إلى آخر، وبالتالي يعرض هذه العروض البسيطة التي لا تعبر عن أمال وطموحات الشعب الفلسطيني ولا تضحيات الشعب الفلسطيني. فهذه تعتبر سياسة، وللأسف الشديد هناك العديد من الأطراف الإقليمية التي تتسابق مع الاحتلال في هذه النقطة تحديدا، وتحاول أن تضغط على المقاومة ولا تجد أي نوع من الضغط أو لا تفعل أي شيء باتجاه الاحتلال، خاصة وأن الاحتلال لا يعاني أو لا يواجه الكثير من الضغوط سواء الإقليمية أو الدولية. هنالك دعم لا محدود من الإدارة الأمريكية والمجتمع الغربي للجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، فبالتالي نتنياهو يدرك تماما أنه لا يريد أي صفقة سياسية مع الشعب الفلسطيني لأنها سوف تكون نهايته، وهذا معروف منذ بداية 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة. لذلك هو يحاول أن يجد مناطق مختلفة، جبهات مختلفة، يفتح جبهات مختلفة، فبالتالي نهاية هذه الحرب لا أتصور أنها سوف تنتهي بالسيناريو السياسي، بقدر ما أنها بحاجة إلى جولات أخرى في مناطق أخرى. هذا الذي يسعى إليه نتنياهو بكل قوة أملا في البقاء، لكن هو يواجه الكثير من المعضلات، من أهم هذه المعضلات أن الانتخابات الأمريكية تلعب دور مهم في الضغط عليه، وإن كان هذا الدور غير مباشر، ولكن معروف أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تبرد جبهة في قطاع غزة، تحاول أن أو في الشرق الأوسط بشكل عام، تحاول تبريد الصراع في الشرق الأوسط، لكن نتنياهو يفعل بما يحقق مصالحه الشخصية وربما مصالح اليمين الديني والقومي داخل الكيان الصهيوني. فبالتالي الحديث عن مستقبل لهذه الحرب ونهاية هذه الحرب ما زال غامضا، وأظن أن لا يوجد سيناريو واضح، بقدر ما السيناريو الأكثر وضوحا ربما هو فتح جبهات أخرى
تخدم نتنياهو بالدرجة الأولى وتخدم اليمين الديني والقومي في إسرائيل، ولا تخدم إسرائيل بشكل عام ككيان صهيوني قدم نفسه خلال رواية منذ عقود طويلة. الرواية هذه كانت مقنعة على الشعوب الغربية أو النظم السياسية الغربية ولا سيما الولايات المتحدة، ولعب الكيان الصهيوني أو اللوب الصهيوني دور كبير في تأكيد هذه الرواية على مستوى التاريخ، ولكن للأسف الشديد أو هذا ربما يكون في مصلحتنا، تحول حدث هناك نوع من التحول الكبير في سمعة إسرائيل، تلطخت سمعة إسرائيل. هذا في تصور لا يهم نتنياهو الآن بقدر ما هو مهتم بشخصيته وبوضعه السياسي ووضع الطرف المسيطر على الحكم داخل الكيان. لذلك هذا يعزز من الشرخ الاجتماعي داخل الكيان الصهيوني، وبالتالي مسألة الشرخ الاجتماعي والصراعات الداخلية والصراع الداخلي السياسي على مستوى الاجتماعي، مستوى الأطراف والفصائل والأحزاب السياسية داخل الكيان، ربما يكون من أحد الأسباب التي ربما تدفع نتنياهو في نهاية المطاف إلى التراجع. ولكن حتى هذه اللحظة هذا الأمر، المعارضة داخل الكيان لم تصل إلى مستوى مميز، خاصة أن نتنياهو يستطيع أن يدير العلاقات السياسية الداخلية بشكل أفضل من لبيد والأطراف الأخرى في المعارضة الصهيونية. فبالتالي نحن أقرب في تصوري إلى استمرار هذه الحرب لأطول فترة ممكنة، مع فتح جبهات، ربما فتح جبهات يفرز يعني أمور أخرى. على ذكر هذا الموضوع في فتح الجبهات، أستاذ حاتم، لفت الانتباه أن الاحتلال الصهيوني أمس استخدم ذخرا أمنيا استراتيجيا يعد يعني ما فعله، ولو فعله في اللحظة المناسبة أو بنى عليه عملا استراتيجيا آخر كالبدء بشن حرب مثلا على حزب الله، لكنه اكتفى بهذا النوع من الاستعراض وبنجاح العملية نجاح استخباراتي، ولم يبني عليه فعلا استراتيجيا كبيرا وواضحا. وثمت العديد من التفسيرات، لكن في الحقيقة هل الاحتلال يريد أن يدفع حزب الله لخوض الحرب ثم يشير بأنه هو الذي بدأ؟ ولماذا يعني لم يعني يقم الاحتلال باستثمار أو استغلال هذه اللحظة؟ وفقا طبعا احنا بنتكلم عن البعد الأمني أو البعد العسكري بشكل بحت يعني، ولا نتمنى بطبيعة الحال يعني الضرر لأي شعب عربي أو مسلم. الأمر أنا أعتقد بأنه طبيعة الردود التي تصدر من حزب الله عقب أي عملية تصعيد من قبل الإسرائيلي ربما أنها تحكم السلوك الإسرائيلي، وبالتالي يمكن ملاحظة أنه اغتيل صالح العروري في قلب الضاحية الجنوبية ولم يكن هناك رد، لاحقا اغتيل فؤاد شكر، قيل بأن كان هناك رد، لكن بالنهاية المتابع العربي ربما أنه يسأل عن جدوى هذه العملية بمفهوم أنه ما هي المردودات والانعكاسات الواقعية، عدد القتلى، كل ذلك بقي غير واضح. لاحقا سوف تجد بأن الإسرائيلي يزداد، يعني إحنا عملية أمس قاعدين نتكلم عن 4000 جريح آخر تحديث للأرقام، وبالتالي ربما أن طبيعة الرد والرد المتبادل من قبل حزب الله تجاه عملية تصعيد هي من تحكم المشهد. هذا من جانب. جانب آخر، لا، أنا بتقديري أن نتنياهو مستفيد من هذه الحالة. نتنياهو مستفيد بمعنى أنه قبل هذه العملية التي تمت، عملية البيجر إن صحت تسميتها بذلك، دعني أشير إلى أنه معاريف نشرت استطلاعا للرأي. لأول مرة نتنياهو يتقدم على مستوى المنافسة مع جانتس وعلى مستوى المنافسة مع لبيد، وأيضا حزبه يتقدم. يعني الآن لو أجريت انتخابات داخل الكنيست سوف يحصل على 4، الحزب الأول هو الليكود 24 مقعد، في المقابل حزب معسكر الدولة 21 مقعد. هذا لم يتأتى من فراغ مقارنة بالشهور الماضية. لماذا؟ لأنه خلال هذه الشهور تمت عمليات اغتيال، اغتيل أبو العبد هنية رحمه الله في طهران، اغتيل فؤاد شكر في جنوب لبنان، فبالتالي في الضاحية. فبالتالي أنا أعتقد بأن نتنياهو، وترى بالمناسبة هذا قد يكون هو جوهر الخلاف مثلا مع جانتس، بمعنى أن هناك تقديرا سياسيا وأمنيا وعسكريا من كل هذه الأطراف بضرورة الذهاب نحو جولة ربما نحو الشمال، لكن نتنياهو يحاول أن يطيل هذا القرار من خلال كسب الوقت حتى لا تنتهي حياته السياسية، لأنه
يعني اذا يمكن ان نربطها بسؤالك السابق، انه متى يمكن ان تنتهي هذه الحرب؟ انا بتقديري الشخصي ان الاسرائيلي يبحث عن ذهاب نحو جوله حرب في مع حزب الله، ثم لاحقا يسكر كل هذا الملف، وتصبح هناك ربما اشبه ما يكون بوحده ساحات سياسيه، يعني انه تنتهي الحرب على الجنوب، جنوب لبنان، ويغلق ايضا ملف الحرب على قطاع غزه، لانه اسرائيل الان في عقده. كيف يمكن ان تنهي حربها على قطاع غزه ولم تحقق امام رايها العام اي انتصار؟ لابد ان يتحقق ذلك من خلال التقاط صوره ربما انها تبحث عنها. وجدت الحكومه الصهيونيه فراغا كبيرا، يعني دعنا نقول استاذ حاتم، وهذا السؤال موجه للاستاذ محمد معنا عبر الهاتف مره جديده، هناك خساره او خلل امني فادح كبير للغايه لدى المحور بين قوسين كما يسمى، وتبين ذلك في اخر عمليه بشكل اوضح، وهناك ايضا تفوق اسرائيلي في حرب الظلال، يعني هناك مساحه يستطيع نتنياهو ان يتحرك بطبيعه الحال، والاجهزه الاستخباراتيه بمساعده اجهزه عالميه كسي اي اي وغيرها. وللاسف الشديد هذا النوع من العمليات قد ينعكس بشكل او باخر على المدى المتوسط والبعيد على معنويات هذه الجبهه، على سمعتها، على قدراتها، وبمعنى اخر اذا رد حزب الله ستكون هناك ربما حرب اكبر واوسع، وإذا لم يرد هناك خسارة كبيرة على هذا المستوى. بالمناسبة يعني يروج بأن حسن نصر الله سيلقي خطابا أمس، وهذا أمر مفاجئ، يعني الجميع كان ينتظر أن يكون هناك رد لكن ثمة خطاب، ونحن نعرف أن الخطاب عادة في المرات السابقة حصل في عمليات تنفيس واضحة وتأجيل، يعني تأجيل واضح لمسألة الرد. كيف تقيم هذه المسألة أستاذ محمد؟ نعم، أولا على صعيد الحرب الأمنية هذه موجودة ما بين المقاومة وجبهات المقاومة وإسرائيل، وموجود فكرة الهدهد وفكرة أنه تقصف انفراد وتقول بأن محمد الضيف موجود فيها وتقتل المئات من الفلسطينيين. وبالأمس هذه ليست عملية أمنية معقدة، هذه جريمة طالت المدارس والأسواق وطالت المستشفيات وطالت المجتمع. هذا ليس عملية أمنية معقدة، فكره انه واحد يخترق الاجهزه ويروح يفخخ البطاريات هذه فكره امنيه تستخدم في اغتيال شخص معين، يعني كما تم اغتيال يحيى عياش مهندس كتاب القسام بتليفون مفخخ، تستطيع ان تسميها عمليه نوعيه لكنه اغتيال جماعي استاذ محمد، يعني هذا اغتيال جماعي واستهداف لاكبر عدد بالتصفيه المباشره لاكبر عدد من عناصر الحزب سواء كانوا امنيين او سياسيين او عسكريين. يعني انت تعرف اصلا اسرائيل لا تعرف ان تعمل الا في هذه البيئه القذره بطبيعه الحال. تفضل. نعم، وانا ولن اتماشى مع الروايه الاسرائيليه. نعم، هناك اطفال استشهدوا، هي الطفل هي عنصر حزب الله، هي الطفل اللي استشهد. هذا لا يمكن لي ان اتعاطى مع الاعلام الاسرائيلي والاعلام العربي الموجه اسرائيليا واقول خلاص والله اسرائيل قويه جدا وضربتنا في الصميم ويلا يا حماس شكل عدنا وسماعات وروحي ويلا يا حزب الله بكثيف جبهات. هذا لا يمكن وممنوع اصلا. هناك حرب معنويه وامنيه واعلاميه والميدان مفتوح وهذه المواجهه مفتوحه. الاسرائيلي تلقى ضربه بالامس حينما وجد ان مسؤول امني كبير كاد ان يتعرض للاغتيال بقنبله وصلت الى تل ابيب، من اوصلها؟ حزب الله. هذا يسمى خرق امني. ما قام به الاسرائيلي في لبنان خرق امني، هذا مواجهه مفتوحه. اما الاستعراض الامني هذا لن يخفي من عقلك ولا عقلي ولا عقل الجمهور ان الاسرائيلي سقطت ورقته الامنيه والتكنولوجيه يوم 7 اكتوبر. ويريد ان يرمم المشهد، يريد ان يعيد للذاكره ان اسرائيل الامبراطوريه، حتى بعض وسائل الاعلام العربيه كانت صور قصف اسرائيل بالامس امبراطوريه الردع، ما يعني كيف وصفتها بامبراطوريه الردع وامبراطوريه الامن؟ يعني عشان عمليه زي هاي بدي اوصف اسرائيل والغي ما تم عليها في يوم 7 اكتوبر. يوم 7 اكتوبر حسم مشهد اسرائيل، حسم الردع في اسرائيل، حسب القوة الأمنية التي كانت تتبجح بها إسرائيل انتهى ذلك. اليوم وما يجري الآن يأخذنا إلى سيناريوهات اثنين. السيناريو الأول وهو حالة التصعيد التي تقوم بها إسرائيل وترفض أن يبقى حالة الاستنزاف القائمة في شمال فلسطين المحتلة. يعني قامت إسرائيل بهذه العملية،
هل توقفت جبهة المساندة؟ هل توقفت التواريخ؟ هل عاد الإسرائيليون إلى سكنهم في شمال فلسطين؟ حتما لا. حتى الإعلام الإسرائيلي والمحللين الإسرائيليين يقولوا ماذا؟ هذه عملية قمتم بها، ولكن لا تستطيع أن تسميها عملية إعادة السكان إلى الشمال. إذا هذا هنا فشل. النقطة الثانية والسيناريو الثاني، يعني هذا التصعيد سيكون هو سيد الموقف، هذا السيناريو الأول. السيناريو الثاني محاولة إخضاع حزب الله والجبهات على معادلة طرق الساحات وعزة الساحات وترهيبهم بهكذا حدث، هذه معادلة لن ترى النور، لأن المنطق الميداني يقول أن الساحات كل يوم تتعزز. انظر إلى اليمن، اليد الطولة عملية أطلقتها إسرائيل بعد أن أطلقت اليمن مسيرة على تل أبيب. اليمن قطع اليد الطولة وأرسل صاروخ برق صوتي. بهذه القراءة أنا مش بدي أقعد هون أحكي في مجاملات وأحكي في بسموها عواطف أو مثلا أتماشى مع الرواية الإسرائيلية الإعلامية. نحن هنا يجب أن نحدد سردية الواقع. يجب أن ترتدع اليمن بضرب الحديدة في الاستطلاع والاستعراض اللي سواه نتنياهو في البحر الأحمر، وطلع الإف 35 وسرب الإف 35 وتباهى بذلك وأسماها اليد الطويلة. لم ترتدع اليمن وأرسلت طرد صوتي. هذا في القراءة السياسية يسمى تصعيد الجبهات. حزب الله بعدما تم من اغتيالات في صفوفه وبعد عديد الاختراقات يقوى أكثر وأكثر. هذه الصورة، يعني هل حزب الله ستنتهي معادلته العسكرية بهكذا ضربة أمنية؟ طبعا لا، هذه مواجهة مفتوحة. هل تتوقع أخيرا، اسمح لي نعم لضيق الوقت، هل تتوقع ردا من حزب الله على هذه العملية؟ مجرد أن جبهة الشمال لا زالت مشتعلة وإسرائيل في حالة استنزاف، هذا الرد الدائم من يوم 8 أكتوبر. ملف ما جرى بالأمس من مجزرة وجريمة وليست عملية أمنية. لا نريد أن نكرر ما تقوله وسائل الإعلام العربية الموجهة أمريكيا. الذي جرى بالأمس جريمة بحق الأطفال والنساء والسوبر ماركتات والشوارع والمستشفيات وليست عملية أمنية معقدة. ما جرى بالأمس أعتقد أن حزب الله لديه معادلة الرد فيه، وهذه المعادلة وأنت تحدثت قبل قليل مع ضيفك العزيز، إسرائيل تحاول جلب حزب الله لبدء حرب بصواريخ مكثفة كي يقولوا أننا تعرضنا للهجوم. حزب الله لن يكون بهذا الإطار بقدر ما سيكون كل أهدافه عسكرية. لكنه أستاذ محمد، نعم، المقاومة أهدافها عسكرية وإسرائيل أهدافها مدنية. نعم هذا صحيح ولا نختلف معك، يحصل ذلك في كل مكان تستهدف فيه قوات الاحتلال المدنيين بطبيعة الحال، ولا يعني ولا يمنع ذلك أنها عملية أمنية مثلت جريمة نكراء بطبيعة الحال. لكن يعني اسمح لي أشكرك لضيق الوقت وأتحول إلى ضيفي الكريمين. يعني استكمالا لهذا الموضوع دكتور إياد، أريد منك التطرق إلى يعني أهمية الرد على هذه الجرائم للجم سياسات إسرائيل ولجم يعني محاولاتها لتصعيد الحرب. يعني يبدو أن النار تحتاج إلى نار لإطفائها وليس إلى ماء، لأنه منذ أن قامت إسرائيل في شهر يناير من هذا العام باغتيال العروري هناك في ضيافة حزب الله، ثم اغتيال طبعا قيادات وكوادر كبيرة وصولا لاغتيال فؤاد شكر، يعني هي تزيد من العيار الثقيل كلما لاحظت بأن الحزب لا يرد. نعم، أنا أعتقد أنه كلما استمر محور المقاومة بعدم الرد في محاولة ضبط النفس بشكل أو بآخر، أو عدم الانتقال مرحلة المساندة جبهة المساندة إلى جبهة مواجهة كما قيل سابقاً، أعتقد أنه والحفاظ على حدود معينة أو مستوى معين بين حزب الله وإسرائيل، أعتقد أنه إسرائيل سوف تتمادى وسوف تستمر في توجيه المزيد من الضربات، خاصة وأن نتنياهو هنا عالق بين إشكاليتين. الإشكالية الأولى هي الأسرى في قطاع غزة، أسراه في قطاع غزة، والإشكالية الثانية تكمن في عدم جبهة الشمال، إشكالية عودة المستوطنين سواء في الجنوب مع قطاع غزة أو في الشمال. فبالتالي هنا نتنياهو يحاول أن يحسن من وضعه السياسي وعلاقته بالتيارات المختلفة والمجتمع الصهيوني في الداخل من خلال تفريغ هذا الضغط وهذا الاحتقان داخل هذا المجتمع لسبب هاتين الإشكاليتين،
من خلال فتح جبهات أو تحقيق انتصارات سواء على مستوى حزب الله أو على مستوى الأطراف الأخرى في المنطقة، سواء كانت إيران أو غيرها أو حتى في سوريا. فبالتالي كلما استمرت الظروف فيها على هذا النحو، كلما حاول نتنياهو أن يحقق نجاحات جديدة، لكن هذه النجاحات بتصوري أنها مؤقتة، بمعنى أنه الإشكالية الرئيسية التي يعاني منها نتنياهو هي كما قلت الأسرى وعدم عودة المستوطنين في إلى مناطقهم المختلفة، بمعنى الضغط الداخلي داخل تل أبيب، داخل المناطق المأهولة، المناطق الأكثر أمنا. فبالتالي هذا الضغط ما يزال يشكل ويؤرق نتنياهو. لكن نجح نتنياهو في نقطة يجب أن نعترف بها، أنه نجح في نقل حزب الله من مرحلة جبهة المساندة، أو أبقاه على جبهة المساندة، لكن على حزب الله أن يتحمل المزيد من التكاليف، بمعنى أن نتنياهو من وقت إلى آخر يقوم بتوجيه ضربات إلى الحزب، وهنا الحزب أصبح لا يوجد أمامه سوى المواجهة، بمعنى أن ما حدث أمس هو يعتبر حرب بمعنى الكلمة، إعلان حرب بمعنى الكلمة. وأعتقد أن كما أشرت في قبل قليل حينما أشرت إلى خطاب نصر الله، أعتقد أن اعتدنا للأسف الشديد على الخطابات السياسية التي لا تزيد أو لا تقدم ولا تؤخر سوى محاولة تخفيف من حدة الرأي العام، خاصة وأن ما حدث أمس هي جريمة بمعنى الكلمة ارتكبها نتنياهو، وأنا أعتقد أنه سوف يستمر في ذلك طالما أو ما لم يرد الحزب أو الأطراف المحور المختلفة. لذلك أيضا أعتقد أنه نتنياهو يعني كان هنالك مؤشر، الكثير من المؤشرات بالهجوم على الجنوب، بالهجوم على لبنان، على جنوب لبنان، تحدثت أيضا على مستوى الشخصيات العسكرية، على مستوى السلطة العسكرية في دولة الاحتلال، عن نقل الوحدة 98، عن الاستعداد للهجوم الموسع مع حزب الله. فبالتالي أنا بعتقد أن حزب الله ذاهب إلى المواجهة لا محالة، وما يحدث هو محاولة لتأجيل الموقف، خاصة وأن الوضع الإقليمي في تصوري وفي تصور المحور بشكل عام لا يخدم هذه الأطراف، لأن الإدارة الأمريكية متحفزة وهنالك تحذيرات وجهت. أعتقد أن المقارنة أيضا بين ما حدث في نيسان الماضي حينما تم استهداف السفارة فيما يتعلق بالموقف العام في الشرق الأوسط كان مختلفة، بالتالي استطاعت الأطراف الإقليمية أن تطوق الحرب المفتوحة والحرب الواسعة في ذلك الوقت. لكن في تصوري أن إيران وحزب الله ومحور المقاومة بشكل عام شاء أم أبى سوف يدخل في المواجهة مع الاحتلال، لأن نتنياهو لن يتوقف، وإلا سوف يستمر في دفع الثمن، وهذا الثمن سوف يؤثر على سمعة هذا المحور، سوف يؤثر على حالة الثقة، خاصة وأن المقاومة الفلسطينية حينما قامت بأحداث السابع من أكتوبر تحدثت عن خذلان بعد أشهر، عن خذلان عربي وإقليمي للأسف وإسلامي. لكن في تصوري أن الخذلان إذا وصل إلى محور المقاومة سوف تكون الإشكالية أكبر، سوف يؤثر على أهمية المحور وقدراته. على ذكر نعم دكتور إياد، على ذكر 7 أكتوبر، نعم أستاذ حاتم، أخيرا يعني تبين مليا يعني يوما بعد آخر، وخاصة مع هذه الأحداث والعمليات الكبيرة، يعني يتبين صوابية ما فعلته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر، وأنها حققت ضربة استراتيجية بكل الأبعاد الأمنية والسياسية والعسكرية للعدو الصهيوني، وأنها كانت لديها خطة دفاعية وأدخلت العدو في مربع لا يريده، ولذلك هو الآن يحاول بالعمليات الأمنية أن يستعيد فعالية اليد العليا الأمنية التي شلتها المقاومة في 7 أكتوبر وما بعده حتى هذه اللحظة. وبالتالي هل تتوقع أن يتأخر حزب الله أكثر في الرد، وبالتالي لا يستفيد خلينا نقول من التجربة القائمة الآن في قطاع غزة، إما أن تضرب أو تضرب، لا حل ثالث؟ يعني أشير إلى نقطة، يعني هو وهذا محور الذي يجب أن ينصب عليه الكلام، هو أنه دائما يقال أنه هل هناك رد إيراني أو هل هناك رد لحزب الله. أنا أعتقد أنه يجب أن نتجاوز هذه المسألة ونذهب إلى كيف يفكر الإسرائيلي، بمعنى أن الطرف الفاعل في تقرير الحرب من عدمها هو الجانب الإسرائيلي وليس أحد سواه. المؤكد أن المحور بكل أذرعه غير معني باتساع حالة هذا الحرب، هذا ليس افتئاتا، هذا حقيقة. عندما يصرح الرئيس الإيراني
أول من أمس بازشكيان ويقول بأننا نحن والأمريكان إخوة، وأننا لا نعادي الأمريكيين، وأنني منذ عهدي منذ استلام سلطتي لم أصدر أسلحة إلى روسيا. واضح أن السلوك الإيراني بهذا الإطار يحاول أن يلملم كل ما جرى خلال الشهور الماضية، يحاول أن يستوعب كل ما الذي يجري في المنطقة، وبالتالي ثمة رغبة بالرغم من أهمية تأكيدنا على أهمية وجود جبهة الإسناد، إلا أنه يجب أن نعرفها بصورة واضحة إنه ما هي الأهداف التي تسير عليها هذه الجبهة، وما الذي حققته عندما يرسل الحوثيون صاروخا فرط صوتي إلى دولة الاحتلال. علينا أن نسأل ما هو الوقع الذي أحدثه هذا الصاروخ. يا سيدي، قبل أسبوعين إسرائيل فقدت في غضون 24 ساعة 6 من أسراها، وبالتزامن مع جنديين في طول كرم وجنين، بالتزامن مع 3 فقدتهم في عملية الخليل. آنذاك جن جنون الإسرائيلي ونزلوا إلى الشوارع 300,000. لماذا لا يتحرك الإسرائيليون إزاء يعني هذا الواقع إذا كان في هناك خطر يتهددهم من الشمال؟ وبالتالي علينا أن نعرف الأمور كما هي. بناء على ذلك دعني أقول بأن اليوم ثمة رغبة إسرائيلية عارمة على كل المستويات بالتوجه بحرب نحو جنوب لبنان، وأنا بتقديري أن السلوك الذي يرسله ويبرق به الحزب والإيرانيون، أنا أعتقد بأنه طبعا مع ربما مع يعني إدراكنا لاعتباراتهم، إلا أنه هذا السلوك ربما أنه يعزز من الاندفاع الإسرائيلي نحو حرب. هذه الحرب قد لا تتطور في الرؤية الإسرائيلية، الإسرائيليون غير أيضا معنيين أيضا هم بحرب إقليمية، ولكن ربما أنها تكون حرب جولة صاروخية تماما كما جرى في سفن القدس 21، ويبدأ الطرفان بتراشق الصواريخ ويكون هناك حجم من الدمار. لكن من يضمن بألا تتسع هذه وألا تتسع رقعة النار؟ ليس هناك أي ضمانة. وبالتالي أنا أعتقد بأن الإسرائيلي الآن مستفيد من هذه الحالة، تحديدا نتنياهو الآن من خلال استطلاعات الرأي كما أشرت لك سابقا، ومن خلال حالة الحضور السياسي التي يحققها من خلال هذه العمليات الأمنية، وكون هذه العملية جريمة كما ذكر ضيفه، وكون هذه العملية لكن هذا لا ينفي أنها عملية أمنية معقدة. كيف يمكن أنه بجرات تلغم وتفجر بهذا العدد الكبير؟ لا، ثمة إشكالية أمنية بهذا المسألة. وبالتالي أنا أعتقد بأن المسألة متعلقة لدى الإسرائيلي. هل يريد الإسرائيلي بتوسيع دائرة النار؟ نعم. لماذا؟ لأن هناك أهدافا عسكرية وأمنية واستراتيجية بالنسبة للجانب الإسرائيلي لم تتحقق حتى هذه اللحظة، يضاف إليها أن هناك استثمارا سياسيا من قبل نتنياهو وحكومته إزاء هذه المسألة. أشكرك جزيلا أستاذ حاتم مالهرش الكاتب والمحلل السياسي، شكري موصول للدكتور إياد جابر الباحث في العلاقات الدولية، وأشكر كذلك الأستاذ محمد القيق الكاتب والمحلل السياسي كان معنا عبر الخط الهاتفي. شكرا لكم على طيب المتابعة، وهذه تحيات فريق العمل. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.